السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج الشاشجي. بعد أبحاث وبعد تدوير على اليوتيوب كتير، بعد تدوير على جوجل كتير، جوجل سيرش، توصلت لحل إن أنت ممكن تاكل أكل ما يتخنكش. فتابعوا دلوقتي يا جماعة. العلماء قسموا الأكل على حاجة اسمها المؤشر الجلايسيمي، واللي أنت لو أنت متعرفش المؤشر الجلايسيمي هحاول أحطلك لينك فوق إنك تتابع فيديو السكر أو ليه جسمنا بيخس، ليه جسمنا بيخزن دهون. المؤشر الجلايسيمي ده فايدته انك دلوقتي لما تعرف ان ايه الاكل اللي هو بيعلي السكر في الدم فانت ما تاكلوش، فبالتالي انت ما تتخنش. وعشان تعرفه بالتفصيل فتابع الفيديو اللي قبليه اللي هو بتاع السكر او تخزين الدهون، ليه جسمنا بيخزن دهون. فاللي بيحصل ان انت لما تعرف الاكل اللي هو عالي المؤشر السكري فتبعد عنه، فبالتالي ما تتخنش. فالعلماء قسموها لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هو المؤشر الجلايسيمي أو مؤشر السكري المنخفض، وده بيتراوح ما بين 0 لـ55. والمؤشر الجلايسيمي المتوسط وهو من 56 لـ70، والمؤشر الجلايسيمي العالي اللي هو من 70 فيما فوق. فأنا هتكلم النهاردة عن المؤشر الجلايسيمي المنخفض اللي هو ده اللي انت تبقى في السليم، اللي انت لما تيجي تاكله ما تتخنش، وفي نفس الوقت مش هيعلي لك معدل السكر في الدم. على فكرة يا جماعة، لما بتعلي معدل السكر ده مش معناه اللي انت هيجي لك أزمة سكر، بس الفكرة ان هو كل ما بتعلي السكر في الدم كل ما جسمك هيبتدي يخزن دهون أكتر. وعشان تعرف برضو الطريقة دي لازم تتابع الفيديو اللي قبليه اللي هو السكر أو اللي جسمنا بيخزن. فهو ده اللي لازم يحصل. فانت لما بتيجي تتابع او تيجي تمشي على اكل مؤشر الجلايسيمي بتاعه او مؤشر السكر في الدم قليل فيه، فدي هتخسر كتير جدا جدا. ومن امثلتها الخبز، الاكل اللي قصدي العيش اللي هو كامل الحبه او الحبه الكامله، مش الخبز الابيض او مش العيش الابيض او مش والعيش الاسمر ده كويس لحد ما، بس العيش اللي هو بحبه كامله للعين بس. مش يا جماعه عيش السن ده كان الامحيه بتبقى عبارة عن قشرة ونواة جواها. النواة اللي جواها دي بتتاخد بتعمل بيها العيش الأبيض، والقشرة اللي بره دي بتعمل بيها السن. لا، انت اسأل في أي سوبر ماركت أو أي حاجة عن العيش الحبة الكاملة. الحبة الكاملة ده أو اسمه العيش النخالة أو الخبز النخالة، ده كويس جدا. المكرونة البني، المكرونة البني، الرز البني، العدس، الفول. انت بتقول ده بيعمل بينفخ القولون وكده، لا الفول بينفخ قولون بس حاجات بسيطه، بس في نفس الوقت الفول ده ما بيتخنش. اللي بيتخن الفول سندوتش الفول نفسه. لما بتيجي تاكل فول بسندوتش، السندوتش ده اللي بيتخن. لكن لو جيت كلت فول بمعلقه، حتى اغلبيه انظمه الدايت بيبقى فيه يقول لك ايه، كل فول بمعلقه ما تاكلوش بعيش. فالافضل انك تاكل الفول بمعلقه، العدس، الرز البني، المكرونه السمراء، الخبز الاسمر او اللي هو العيش الحبه الكامله او يعتبر العيش السن الى حد ما، بس العيش الحبه الكامله ده افضل. وكمان الاكل ده كله ما بتكلم فيه اللي هو الاطعمه المنخفضه المؤشر الجلايسيمي، دي اطعمه كمان بطيئه الامتصاص، دي بتطول معاك جدا في مرحله الهضم، فدي بتحسسك لفتره طويله جدا بالشبع، وفي نفس الوقت ما بتعليش السكر في الدم وتهبطه مره واحده. لا، ده الاكل هيبقى بيعلي السكر تعلية بسيطة جدا ويوطيها، بس في نفس الوقت ما تنزلش نزلة سفح الجبل، لا بتنزل ماشية كده، يعني ماشية ايه، في خط مستقيم، فما تحسش بجوع. الخضار، كل خضار على قد بان، الزبادي، الجبنة، الجبنة القريش دي تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة، فيها مادة اسمها الكازين. الكازين دي بتاخد فترة طويلة جدا في الجسم فبتحس على طول بالشبع. الجبنة القريش، منتجات الألبان، الجبنة، لحم البقر، الخروف، الفراخ بالجلد بتاعها، لو انت ما بتاكلش الجلد كل الجلد الفراخ كويس برضو مش وحش. الدهن ما بيتخنش. السلمون، التونه، سردين، كل منتجات الاسماك، كل منتجات الاسماك او معظمها بتحتوي على اوميجا 3. خد زيت الزيتون، الزبده، السمنه، كلهم. لو عايز جعان كل بيضتين عليهم سمنه بلدي، ده ما بيتخنش. اللي بيتخن الحاجات اللي بتعلي الجلايسيميك اندكس او المؤشر السكري. نيجي بقى انا كده دي كده بعض الاطعمه، ان شاء الله هحاول انزل اغلبيه الاطعمه اللي هي يعني فيها المؤشر الجلايسيمي فيها منخفض، وان شاء الله اعمل حلقه عن المؤشر الجلايسيمي المتوسط والمرتفع. بس احنا خلينا دلوقتي وانت ماشي معايا دلوقتي تمشي على مؤشر جلايسيمي منخفض. صدقوني يا جماعه، صدقوني انا خسيت 13 او 14 كيلو من على اليوتيوب فقط.
ايه فايده اتباع نظام غذائي في مؤشر جلايسيمي فيه منخفض؟ ايه فايده الموضوع ده؟ الفايده انك هتقلل الكوليسترول في الدم، تقليل خطر التعرض طبعا لامراض القلب، الشعور بالجوع لفترات طويله جدا احسن جدا من ان انت لما تاكل حاجات فيها سكر او فيها حاجه بتعلي السكر في الدم، فده بيعلي السكر في الدم وفي نفس الوقت بينخفض فانت تحس بجوع على طول. لا، في المؤشر الجلايسيمي المنخفض او مؤشر السكري المنخفض هتبتدي تحس بالشبع لفترات طويله. التحكم في مستويات السكر في الدم، ان السكر في الدم على طول بيبقى في المستوى المعدل الطبيعي بتاعه، ما بيبقاش عالي ولا منخفض، بيبقى مستوى كويس جدا. واخيرا وليس اخيرا ان شاء الله، حاولوا يا جماعه حاولوا تنتظموا على نظام دايت كويس. لو انتوا عايزين تخسوا حاولوا تمشوا على نظام دايت كويس. انا مش دكتور دايت بس انا اتعلمت. حاول انك تتبع نظام دايت كويس، صدقني انت لما تخس كتير هتحس بحاجات كتيره قوي في حياتك انت ما كنتش حاسس بيها، زي مثلا تعرف تتحرك، تعرف تخرج، تعرف تروح جيم، صدقني هتعرف تتعامل حاجات كتير قوي، تعمل حاجات كتير قوي انت ما كنتش تقدر تعملها. يعني على الاقل خالص لما كنت بتطلع السلم بسرعه كان قلبك على طول بيقف وتعبان وما اعرفش ايه، لكن لما تخس كتير هتبتدي تطلع السلم باسرع وهتبتدي ما تتعبش اكتر. فعشان خاطري حاول تخس. كان معكم محمد تحسين، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على طول معاكم باذن الله من قناه السرشاجي. اي حاجه يا جماعه سيبوها لي في الكومنت تحت وان شاء الله انا معاكم على طول. اي حاجه، اي فكره جديده عايزين تتكلموا عنها وعايزين نتكلم عنها قولوا لي في الكومنت تحت وانا اطلعها لكم ان شاء الله وادور عليها واجيب لكم احسن نتائج ليها وافضل نتائج ليها. انا كويس قوي في السيرش ان شاء الله. شكرا جدا ليكم، ما تنساش تعمل سبسكرايب.